ثوار محافظة بابل طوروا أساليبهم الاحتجاجية للضغط على من بيدهم السلطة لتحقيق مطالبهم المشروعة. هسه حاليا الشاحنات وصهاريج النفط متوقفة لليوم الرابع. طبعا الطريق الدولي مقطوع جزئيا. والمتظاهرين مستمرين بقطع الطريق الدولي حتى تحقيق مطالب المشروع، حيث الحالات الحرجة والإنسانية والجنازة ولا ما إلى ذلك تفوت، ما عدا الشاحنات والصهاريج مالت النفط ممنوع تفوت. عاش العراق، عاشت الثورة إن شاء الله.